بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن تكلمنا على الآيات السابقة من قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إلى قوله وكان الله على كل شيء مقيتا، الآن نريد أن نستوضح من هذه الآيات ما يظهر لنا من أحكام وفوائد. فيؤخذ من هذه الآيات بيان أن طبيعة المنافقين وضعاف الإيمان هي الإرجاف، هي الإرجاف عند الشائعات، فهم يستعجلون في الأمور بمجرد ما يسمعون خبرا مفزعا أو خبرا سارا لا يتثبتون فيبادرون بإشاعته ويتدخلون فيه وهو ليس من شؤونهم. فالواجب التثبت أولا، فإذا ثبت هذا الشيء فليس من حق كل أحد أن يتدخل فيه لأنه يهم الجميع ومن اختصاص الأمة. أما الأمور الفردية فكل إنسان يعمل ما يعنيه. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب التثبت في الأخبار عموما، وهذا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في عموم الأخبار سواء كان فرديا أو جماعيا، يتعلق بشخص أو يتعلق بالجماعة، فإنه يتثبت فيه قبل أن يتكلم. وإذا ثبت فإنه إن كان من اختصاصه هو تكلم، وإن كان من اختصاص الأمة عموما فإنه يرجع فيه إلى ولاة الأمور من العلماء والأمراء، لأن هذا من اختصاصهم. والآن كثير من الناس لا يتقيدون بهذه الآية، فتجدهم يتخوضون في الشائعات والأخبار ويرهبون بها الناس ويخوفونهم، وقد تكون كذبا مزورا من الأعداء لغرض الإرجاف، وقد تكون صحيحة لكن ليس من حقهم أن يتدخلوا فيها، لأن الأمور العامة من شؤون ولاة الأمور من العلماء والأمراء، لا يجوز التدخل في الأمور المصيرية للأمة. وتدخلهم لا يجدي شيئا وإنما يحدث شرا، فهذا هو ضابط ما يكون في الحوادث العامة، أنها ليست من اختصاص الأفراد، يعني النظر فيها وتحليلها، إنما هو من اختصاص ذوي الاختصاص من قادة الأمة من العلماء والأمراء. ويؤخذ من هذه الآيات عدم نشر الأخبار السيئة التي فيها إرجاف وتخويف، حتى لو ثبتت فإنها لا تنشر، لأن نشرها يحصل به تخويف للناس وإرجاف للناس، فهي لا تنشر ولا تعلن، وإنما الإعلان من اختصاص ولاة الأمور، هم الذين يعلنون الأمور التي يريدون من إعلانها إحاطة الرعية لأجل أن يستعدوا ويأخذوا حذرهم. فالإعلان عن الأمور، عن القرارات، الإعلان عن القرارات العامة، هذا إنما هو من اختصاص ولاة الأمور. ويدخل في هذا الإفتاء الذي الآن أصبح
فوضى في الأمور العامة فليس من حق كل أحد أن يتدخل فيه، وإنما الإفتاء في الأمور العامة يرجع فيه إلى الجهات المختصة التي وكل إليها أمر الإفتاء وكان من ولايتها واختصاصها. وأما حتى ولو كان الإنسان عالما فإنه لا يتدخل في أمر عام، وإنما يرجع في هذا إلى الجهات المختصة للنظر فيه والنظر في إعلانه وعدم إعلانه. فالأمور منضبطة وليست فوضى. ويؤخذ من هذه الآيات أن النظر في النوازل العامة يكون للعلماء والأمراء وليس هو من اختصاص أفراد الرعية أو العلماء الذين ليسوا من الجهة المختصة بالنظر في القضايا، لأن هذا يلزم عليه الفوضى ويلزم عليه الافتيات على ولاة الأمور. فإذا توحدت الجهة التي تنظر في النوازل صار ذلك أضمن وأضبط، وإذا تدخل فيها من ليس موكولا إليه النظر فيها حصلت الفوضى والاختلاف والتشتت كما هو معلوم. ويؤخذ من هذه الآيات أن العامة لا يدركون غور الأمور وإنما يدركها أهل الاختصاص. فقد يكون الأمور في ظاهرها أنها كذا وكذا على ما يظهر، لكن أهل الاختصاص يدركون منها شيئا لا يدركه العامة فيرجع إليهم في هذه الأمور. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمر يحتاج إلى اهتمام ويحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة، وهذا إنما يكون لمن ولاهم الله مهام الأمة فهم الذين يقومون بهذا الأمر. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا يجوز لعامة الناس التدخل في قضايا الأمة المصيرية كما أشرنا إلى ذلك، وكما يقع من بعضهم الآن ممن قل فقههم أو قل خوفهم من الله سبحانه وتعالى، فتجدهم يدخلون في القضايا العامة ويربكون الناس ويشتتونهم. وإذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء أو من جهة الإفتاء عارضوه وقالوا فيه ما يقولون من الاتهامات والتنقص لأهل العلم لأجل أن يقللوا من شأن العلماء عند الناس ويبرزوا هم على حساب الأمة، فهذه أمور خطيرة ينبغي للإنسان أن يتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. والعافية لا يعدلها شيء، الإنسان المعافى لا يدخل فيما ليس من شأنه. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأنت لا يعنيك النظر في هذا، وإنما يعني أهل الاختصاص الذين هم قادة الأمة والذين يوردون ويصدرون. أما أنت فمجرد مشوش على الناس، فالواجب أن تكف لسانك وقلمك عن الدخول في هذه الأمور التي يحصل بالدخول فيها ما يحصل. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.